على صعيد آخر، عين مجلس الأساقفة رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في فلسطين الأب الدكتور جمال خضر دعيبس أميناً عاماً للمدارس الكاثوليكية في القدس وفلسطين خلفاً للأب الدكتور إياد طوال. في اجتماع الأخير الأسبوع الماضي لمجلس أساقفة الكاثوليك في القدس قرروا تعييني أمين عام للمدارس المسيحية، وهي أولاً مسؤولية تجاه جميع المدارس الكاثوليكية، ولكنها أيضاً تشمل باقي المدارس المسيحية في فلسطين ومنها القدس الشرقية، ونحن نتحدث عن 70 مدرسة. الهدف هو التنسيق ما بين المدارس، الاهتمام برسالة المدارس المسيحية بالتعليم المسيحي بشكل رئيسي، وأيضا في العلاقة مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. هنالك أمانة عامة سنعمل معا إن شاء الله من أجل العمل على رسالة واضحة للمدارس المسيحية ولعلاقة أفضل، وهي علاقة جيدة ولكن نسعى إلى علاقة أفضل مع وزارة التربية والتعليم، ومتفائلين بعملنا معا كمدارس لها عمر طويل هذه المدارس ومدارس مميزة في فلسطين، وأن نبرز فيها الرسالة والهوية المسيحية أيضا في هذه المدارس. مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يهنئون الأب الدكتور دعيبس على ثقة مجلس الأساقفة بتعيينه أمينا عاما للمدارس الكاثوليكية في القدس وفلسطين، متمنين لقدسه كل النعم والبركات.